أسيكم بقى مشاهدينا مع تقرير من تقارير المهن، ونشوف النهاردة مهنة النجار. طول عمرها بالموبيليا وبالمهنة طبعا النجارة وبالأخشاب وبكل الفنون اللي بتطلع من مهنة النجارة ومن الأخشاب. تعالوا مشاهدينا النهاردة ندخل في مهنة النجارة وندخل مع بعض ورشة نجارة ونشوف أخبار المهنة دلوقتي إيه. أتعرف بيك؟ الاسم محمود أبو عون. طبعا حضرتك صاحب الورشة ودي ورشة نجارة. قسطى محمود، يعني انت المفروض نجار. مهنة النجارة دلوقتي ما بقتش موجودة كتير زي زمان، والحرفيين فيها ما بقوش زمان. لا والله، وتقدر تقولي هي الصناعية اللي انقرضت مش المهنة اللي انقرضت. النهاردة عشان تدور على صناعي مش هتلاقيه. ويطلع لك في التلفزيون اللي فيه بطالة في البلد. طب احنا مش لاقيين صناعي. لو في صناعي يجي يتقدم ونجي نشغله. طب والصنايعية راحوا فين؟ ما بيتعلموش الحرفة؟ سابوا البلد، كل واحد جاب لي توك توك وبلطجه. ما هي اللي جابت البلطجه للبلد ايه؟ اتجاهك حضرتك تعرف تمشي النهارده؟ طيب وانت بقى ايه رايك في موضوع الدراسه؟ يعني المفروض ان في مدارس ثانوي، مدارس صناعي، مدارس تجاري، مدارس بتعلم الطبخ، يعني بس ما بيبقاش في اقبال على الانواع الثانيه، كله عايز يخش ثانوي بس. سيادتك لو في دلوقتي واحد فاهم يقول لك ده ينفع لايه؟ هل ده ميوله ايه؟ ميوله صناعه ولا ميوله علمي؟ لا احنا كده شغالين على المجموع. اي واحد يجيب مجموع يخش الكليه اللي هو عاوزها. ودي طبعا مشكله. النهارده انا ما عنديش مدرسه صناعه عشان اتخرج لي صناعي. مفيش مدرسه تعلمه الاساس، وانا علم المدرسه تعلمه علمي وانا نظري وانا علمه علمي. طب في مدارس في الصنايع ما بيخشوهاش؟ صناعي يا فندم ده بيروح اخر السنه يمتحن وينجحوه عشان يقول لك عايزين نخرج. انت شايف ان التعليم بيبقى في الورش؟ بالظبط. انت اتعلمت وانت صغير في الورش؟ طبعا اتعلمت في الورش وانا عندي 8 سنين وانا شغال في ورشه. 8 سنين وانا 8 سنين كنت بشتغل في الورش، كنت بلم منشاره والم خشب وشغال مع الصناعيه. يعني ما اتعلمتهاش وانا عندي 30 سنة. لا انا خدت فيها اكتر من 8 سنين عشان اعرف، بس عشان الاسطى بتاعي يسمح لي ان انا امسك حته خشب احطها على المكنه، حتى مجرد احطها بس. انا شايفه كده في الورشه شيش، شبابيك، بيبان، يعني الورشة دي متخصصة بس في الحاجات دي؟ هي متخصصة باب وشباك بس. باب وشباك. ما نشتغلش في الموبيليا. يعني هي بقى الورش بتبقى بتاعت الخشب تخصصات. بتبقى بتاع الموبيليا بيبقى عنده كونتر وابلكاشات وكده، وبيصنع دواليبه وسراير وسفرة والكلام ده كله. احنا بنصنع باب وشباك بس. يعني الشيش، بلكونة، باب شقة، اوض كده. مالناش في التصاص احنا الموبيليا. انا ورشتي دي بيجي واحد مثلا عنده كام حته خشب عايز يمسحها، بيخش نمسح حاله وياخدهم ويطلع. اذا كان نجار مابوليا برضه بيحتاج خشب زي كده يمسحه، بنمسحه له ويروح يصنعه في ورشته. عنده ورشه صغيره زي دكانه صغيره كده بيصنعه فيها. يعني انت ممكن تساعده في خطوه بس. انا الخطوه بتاعتي ان انا بمسح له الخشب واشقه له واقطعه له، كان في حليه ولا في حاجه بعملها. دي شغلتي. الشغلانه دي ماشيه دلوقتي؟ والله لو قلت لك من 3 سنين مش ماشيه، مش يعني انا كان عندي 4 صناعيه. مش منهم 2 بقى عندك 2 صناعيه؟ عندي واحد بقى، عندي 2 صناعيه. مش واحد من حوالي سنه. معيش غير المكانجي وانا. يعني كان في شقه فيها 3 بيبان، على باب شقه، على بلكونه كده بصنعها واوديها. الشغل قل يعني؟ لا قل جدا. انا شايفه في مكان كتير في الورشه، وريني لو انا عايزه اجرب المهنه بتاعتك ازاي اشتغل على المكان ده. تشوفي معملي ولا؟ عملي، تعالى وريني. ترجمة
دي ايه؟ دي حليه اسمها حليه. شغلتها ان هي تبحر بيها تعمل حليه عليها. ليها شغل اللي هو تقدر تقول على التشطيب الاخير. حليه يعني شكل تعمل اشكال. يعني انت على عايزه تبحري بتركبي صينيه زي كده. عايزه تحلي فيه كاستير للحليه. يركب فيها الشكل ده كله يركب في بنز مفتوح كده يركب جوه وتحلي بيه. طب انت اشرحهم لي كلهم وانا اختار اسهل واحده اعمل عليها. انت تشتغل عليها؟ بس اسهل واحده. هتبقى اسهل واحده الصينيه بقى. طب يلا هتشتغل عليها؟ ماشي. يا أستاذ محمود على الوقت اللي انت اديته لنا النهارده في الورشه. ربنا يكرمك ويرزقك كده ويبارك لك. ربنا يعزك يا رب. وقول لي بقى، في بنات بيشتغلوا في المهنه دي؟ في المهنه دي بس تلاقيهم مش بحريه. يعني تلاقيهم، انا شفتهم في المنصوره بيشتغلوا. بس هي مهنه صعبه والمكان صعب، عايز بقى فعلا زي ما انت بتقول بيشتغلوا في تدريب. بيشتغلوا متدربين وعارفين. بس ما يقفوش على مكان. يلموا شغل يلبسوا شغل كده يعني. ما يقفوش على مكان كويس. في استرجيه بنات اللي بتدهن الاوض النوم. والمهن فيها بنات وشاطره جدا وبتشتغل وبتجاهد. نتمنى والله ان المهنه دي ترجع تاني زي ما كنا متفوقين فيها زمان ان شاء الله. الولاد والبنات يرجعوا تاني يشتغلوا يعني، بس المسؤولين يبصوا لنا شويه وياخدوا صنعه كده ويتعلموا. والله احسن مهنه وبلدنا هتنهض ان شاء الله بشبابها باذن الله. باذن الله بس يشتغلوا. ايوه لازم يتوجهوا الشباب يتوجهوا وتبقى بلدنا زي الفل ان شاء الله. بشكرك جدا. وزي ما شفتوا مشاهدينا كنا النهارده في مهنه جميله وصعبه شويه على الاقل عليا انا، كانت صعبه مهنه النجار.